بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، مرحبا بكم في الفوت شامبيون. كنا أول نقول أداما تراوري ما يعرف يلعب، عند الآن لوكاس مور. كنا نقول إنه ماكسيمان زبال، الآن في ديمبلي. الآن هو وقت الإليت. إليت يعني إليت. هيا بنا الضحية الأولى. هذا أيها الإخوة خصم ممتاز. لا لا يا ولد، ايش ذا؟ يا يا سلام على الباص. تكفى عاد، لا تضيع لا تضيع يا ولد، لا تضيع. طلعت المدافع يا اخي، لا تطلع المدافع يا اخي، لا تطلع المدافع، طلع. ايوه جيب المحور، جيب المحور، عادي عادي عادي، بيغلط بيغلط بيغلط، بعد شوي بيغلط. الان طلع المدافع، ايوه الان طلع المدافع. يا سلام يا احمد، يلا كبير. لا يا اخي اكفى، راسك راسك راسك. يلا بس يا شيخ انهي، يا شيخ انهي انهي يا اخي، بس خلاص قفل على المباراه، قفل على المباراه يا ولد. لا تغرك تجيك تشكيله زي كذا وتظن انه اللعب راح يكون سهل، هذا الفوت شامبيون هذا. يلا يا رش رش، يا اخي احبك يا رش رش، انت انت بطل انت. شوف لما نطلع مدافع هذا اللي يصير. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. حتى لو تحرك الحارس يا خوي، الله عليك يا راشفورد. يس يس، نستغل بطء دفاعه، لاعب كويس ترى. حرام عليكم يا ولد يا ولد، هذا يشوف دفاعي زي كذا بسهولة يا ولد. أقول يا أخي مع تشكيلة ضعيف وزي كذا يلعب ولعيبتي يوقفون. بينطرد سيسوك يا شباب. وانا عندي طلب، تسمع اشوف قفوانا ايش؟ صفر حكومي، حكومي صفر، حكومي كوب، حكومي صفر. والله العظيم ما صفر الحكم الا لما انشات، اقسم بالله مباراة سكريبتد، ربي وفقنا فيه. تشكيلة قوية جدا جدا جدا. رش رش حرام عليك. مو معقول يا ولد، مو معقول يا ولد، مو معقول. أنا مسيطر بس هو يركض. يا سلام، ضيعت فرصة يا أحمد، أقسم بالله إنها سهلة، والله العظيم سهلة. صح، يلا 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 يا ولد، يلا يلا يا ليتس جو ليتس جو. يا
يلا يمدي يمدي والله يمدي اقسم بالله يمدي. يا ولد اجيبك يا كلب اجيبك انت فلوسك يا اخي وسمنمش قشط عسل روح. تقدم من الامام نحن معك سوف تصل انت تستطيع. شباب كسرنا حاجز الثمانية الانتصارات في أول 10 مباريات أول مرة أجيب 8-2. خلد أيها الرياجيل خلد تكفى. آه يا البلوك الكذب. يا ديمبلي تكفى صح 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 صح. أيوه يا ليل ذا الوولكر سريع مرة يلا لوكاس مورا يا الله يلا حلوين معنا 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 اكفى. او ماي جاد يا الكذب. حكم سجل بعد ذا كله يا شباب سجل من مرتدة واحدة بس. ايوه يا منسو فاتي صح عليك رجال. تكفى والله كذب اقسم بالله كذب. والله حرام اقسم بالله حرام. يا ابني خلاص بلاش دراما تراك مضيع فرصتين ثلاثة أربعة خمس فرص مسوي لي زعلان. ألقوا عقويرو علينا ورحيم اجنحته سلق والله تشكيلته. يلا صح حلوين. تكفى يا سلام حتى ما يمديك تخمن وش الزاويه اللي بيشوت فيها ديمبلي يا شيخ. ايوه يا عمي صح يا البلوك يلا صح والله بلوك ممتاز يلا جالو بيتس هلا امي يقطعون الجول اسهل رانك في العالم الله يكثر من امثال هذا الرانك يا ولد. اذا 11 فوز 3 خسائر فقط الان من هذه من النقطه هذه ايها الاخوه راح تكون الرحله صعبه راح يكون الخصوم راح يكونون افضل واقوى واكثر تركيز وتشكيلات اقوى. راح ابيع سيسوكو واشتري الين لانه سيسوكو ما يعرف يمسك شريته ب 34 ما ادري كم سعره الان يروح مزايدات شراء فوري اللي هو المفترض يكون معي حق الين 48 ممتاز وفي عندي لعيب انا بعتهم باقي. اوكي شريت تي اف 38 زي ما انت شفت قبل قليل يعني عندنا التشكيله والعناصر خلاص يا احمد لا تخسر عاد خلاص يعني استحي شويه. راموس انفورم الو اول هجمه خطيره يا سلام. تكفى يا اخي حرام يعني ايش اسوي اكثر من كذا.
شوت والله شايد. أسلك يا أسلك يا شيخ يا هو إيش ذا؟ أنتم عانة المجتمع، أنت فاشل، أنت فاشل، أنت عاقل والديك، أنت رفيق سوء، أنت مثال لا يحتذى به. إذن أيها السادة الكرام، 7 مباريات متبقية، 14 انتصار، فهيا بنا ننطلق نشوف هل نقدر نجيب جولد ون. والله أخر الحارس بعد ما نويت شوت. يا ولد ألعب، يا ولد يا ولد ألعب يا أخي، يا ولد ألعب يا ولد. حرام عليك يا رجل، اتق الله يا اخي يا اخي، بتجلطني انت. يا رجل يا رجل يا فاتي، انت تروح رجول لعيبه. ايوه ديمبلي صح. يلا يا شيخ حرام عليك يا أخي، الله أنا اللي ضيعت هذي. أحمد أعكس يا حمود، ما أعرف أنهي وقت الضغط. خلاص الماضي قلت لكم راح اجيب احسن من الجولد 3، وجبت احسن من الجولد 3، وعدتكم بالجولد 1 او الاليت. ربي ما وفق، بس انه مستواي كويس يعني. مباريات كثيره اخسر فرق واحد، يعني ما في مباراه قد لقمت 6 كذا، ما انسحبت الا مره بس خلاص بعد ما زقت معي. افضل لاعب لهذا الاسبوع اللي هو الرشرش، ما يحتاج اقول لكم اسطوره الاساطير، لعب معي 94 مباراه سجل 118 هدف، لاعب حاسم من الطراز الاول. واسوء لاعب لهذا الاسبوع لينجلي يا شباب، ثلاثات تمر من جنبه، جسمه ضعيف، مرات تمرجل مرات مزاج. فكانت المنافسه ما بين الاسوء ما بين انسو فاتي ولينجلي، وفاز فيها لينجلي بكل جداره باسوء لاعب لهذا الاسبوع. طيب يعطيكم العافيه، نراكم على خير في حلقة الجوائز.